مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم. نحو جمعة عاشرة من الحراك الشعبي على ضوء خط نقل جديد خلق الكثير من الاهتمام والمتابعة في هذه الأيام، وهو خط باب جديد سيدي محمد الحراش. هذا الخط الذي سار عليه عدد من كبار وأباطرة المال في الجزائر، بداية من البراب، الإخوة كونيناف، علي حداد، والقائمة ستمتد وستتوسع إلى رجال مال وأعمال آخرين. ونحن نتكلم كذلك عن معلومات تكلمت عنها قناة البلاد يوم أمس، وهي منع العلمي من السفر صاحب مصنع سوفاك، كذلك حديث على أن التحقيقات ستمتد إلى شخصيات سياسية. نتكلم كذلك في هذا الوقت الذي أتت فيه شهادة من عضو في المكتب السياسي سابقا للأفلان بعجي أبو الفضل، يتكلم بأن كونيناف كانت له يد حتى داخل هذا الحزب، كان يعين المكتب السياسي، كان يعين يتدخل حتى في القوائم التي يدخل بهم الأفلان إلى الانتخابات، وبالتالي تجسد الوضع وأصبح جليا وظاهرا ما كان يتكلم عنه بعض المراقبين سابقا، بأن الأحزاب السياسية أو جزء كبير من الأحزاب السياسية حتى لا نعمم كانت تشتغل بشكل مباشر لصالح قوى غير دستورية مثل ما صارت تسمى الآن. مشاهدينا الأكارم، سنتكلم انطلاقا من هذه المعطيات، ونحن نشاهد كذلك بأن جزء من الشعب الجزائري صار لا يثق في كل شيء، بما في ذلك هذه المعلومات، هذه القرارات. لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ ما هي الدلالات؟ كلها مشاهدين أسئلة سنسعى لأن نناقشها في هذه الحلقة، بالإضافة إلى الشأن الاقتصادي الذي تضرر واهتز بشكل كبير جراء هذا الحجم والكم الهائل من الفساد. مشاهدين، للحديث حول هذه المحاور وهذه المواضيع أسعد باستضافة الدكتور نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع السياسي. دكتور أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. والدكتور هواري تغرسي، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أهلا وسهلا بك. شكرا، بارك الله. شكرا جزيلا. انطلق معك دكتور نور الدين بكيس. الجزائريين في هذه المرحلة قلت يتابعون باهتمام كبير خط النقل باب جديد سيدي محمد الحراش، الذي سار عليه عدد كبير من أو عدد مهم من رجال المال أو أباطرة المال في الجزائر. نتكلم عن البراب، نتكلم عن الإخوة كونيناف، نتكلم عن علي حداد، أشخاص كونوا ثروات كبيرة. طيب، ما رأيك أول شيء في هذه الأخبار وهذه المعلومات وهذا التوجه؟ أولا مساء الخير لكل مشاهدين. أعتقد أن الأسطورة اللي كانت تحكى في المقاهي في الجزائر، في الأعراس، في المتآتم، هو طبيعة النظام حول السرقة الكبيرة، كانت أسطورة دائما هذيك تأكدت. اليوم جاء اليوم أوساط من النظام وشاهد شاهد من آلية باللي الجزائريين مش كانوا يقولوا كان صح، كانوا يقولوا بلي كلش قايم على السرقة، كلش قايم على المعرفة، كلش قايم على الترافيك، اون فين كوت كانوا يقولوا ما عندناش دولة، ما عندناش مؤسسات، والتليفون هادو كاع دوك تأكد المشهد باللي حقيقي. لكن الجزائريين ما كانوش يعتقدوا غير الأشياء برك، كانوا يعتقدوا باللي البلاد يحكمها العسكر، دولة العسكر، أشياء كثيرة راهي تتأكد اليوم. يعني الجزائري ما اكتشفش حاجة جديدة، الجزائري جاوه الأدلة، جاوه واحد السياق، داك السياق ثبت ثقافة والقناعات تاع الجزائر، وهذه خطيرة. لأنه أنت أحيانا كي تكون تعتقد أمر كما هذا وما عندكش أدلة قدامك بارزة، تقعد دائما عندك ذاك الأمل، عندك ذاك الخيط تاع الأمل باللي ممكن كاين احتمال أنه البلاد تكون يعني نسبيا تقبل الفكر الآخر. لكن اليوم تأكدت باللي احنا ما كانش عندنا دولة، ما كانش عندنا مؤسسات، كل الفضاءات مصطنعة، وكانت عندنا واجهات تبنات جديدة مدنية بشكل مدني تاع في نظام بوتفليقة. شغل خرجنا من مرحلة العسكر إلى مرحلة بناء الدولة المدنية. هذيك اتضح باللي هذيك الدول المدنية كما قال حتى بيان تاع الجيش انه عصابة. يعني اون فان كونت احنا ما خرجناش، عندنا ثقل واحد اللي هو العسكر في البلاد، ما عندنا والو، ما عندنا مؤسسات، ما عندناش. وهذا مؤسف للجزائر تاع الاستقلال بعد 62، جاز علينا كل شيء، رانا في الجيل الثالث، ومن بعد اكتشفنا باللي احنا ما عندناش حاجة مؤسسة ضامنة. الجزائري اليوم لمن يدور يعني عنده شك في كل شيء، وتأكد الشك تاعه وتأكد الريب تاعه، وصعب دوك تتعامل مع هذا المواطن.
هذا المواطن مهزوز الثقة، هذا المواطن مأزوم، يفكر بمنطق المأزوم، معناتها كل المسارات اللي جات كلها لعبت على وشو تيئيس المواطن، كل المسارات تيئيس. اليوم بعد الكذب طوال عشرات السنين اكتشفنا الحقيقة المرة أنه الجزائر اليوم في الخواء، راهو مرمي في الزنقة. طيب دكتور ديمبكيس، ألا تعتقد أن مثل هذه الأخبار إيداع كبار رجال المال ورجال السلطة في الجزائر إلى السجن قد يعتبر تطمينا للمواطن؟ تقدر تخرج منه مؤشرات لتطمين المواطن في إطار الحراك الشعبي؟ جميل، هذا إنجاز الحراك، لأنه قبل الحراك وش كان؟ البطل شكون؟ بطل الحراك قبل 22 هذه الأوضاع كانت قابلة للاستمرار، كانت قابلة تمشي بنفس النسق فعلا. وتكبر هذه الدولة الفاسدة هذه بالمؤسسات الهشة كانت راح تزيد تستقر أكثر بنفس النمطية، وبالتالي تكلفة التغيير قد ما تتعطل قد ما نخلصوا أكثر، لأنه إحنا الجزائريين كنا داخلين أزمة اقتصادية، وقبل هذه دخلنا أزمة أخلاقية ودخلنا أزمة اجتماعية، ولينا عندنا جلدات كاع نقطعوا في روحنا، كاع ما حملناش روحنا في آخر المطاف صعب، قعدوا غير لي زيميغري اللي يحبوا الجزائر كيجوا حتى نحيروا إحنا، زيميغري هذول اللي يشكروا في الجزائر عشان يشكروا هما الحنين برك، ومن بعد في آخر المطاف تطورت الأشياء. اليوم مكتسب، وشو المكتسب؟ تفكك الدولة الفاسدة في مصلحة الجزائريين، لأنه أنت عندك مؤسسة منظمة بصح فاسدة، مع أنت راح تحكمك بالفساد، لأنه ما تنساوش أنه قبل 22 فيفري هذا الفساد كان منظم، هذه الفوضى كانت مؤطرة واستطاعت أن تشل الجزائريين، الجزائريين كان مشلول، حتى الناس اللي عندهم إرادات حسنة ما كانوش قلقيين فضاء وين يقدروا يأثروا في الأحداث، الكل كان خارج المجال، خلينا من اللي كانوا يأسين، اللي كانوا حابين مبادرات كانوا مخنوقين، لأنه ما عندهم فضاء، يروح الحزب ما عندوش افاق داخل الحزب، يروح النقابه محدود المجال تاعها، وين يروح مخنوق، وبالتالي هذا تروح الحزب تلقى كونينا في قرار مع الاخر، واش معناتها؟ معناتها هذا مكسب الحراك. واش رانا طيب. الجزائري اليوم ما خسر اي شيء، الاسطوره تاعو تاكدت، اليوم رانا في مرحله ثانيه، هي مرحله اعاده الثقه لمن الجزائري باش طيب. يقدر يساهم، طالما انه البنيه اللي كانت غالقه عليه راهي تتفكك يوميا. طيب دكتور هواري تغرسي، بما أن اختصاصك الاقتصاد وأنت عضو لجنة المالية، هذا في الأخير هكذا كان يسير الاقتصاد في الجزائر، استغلال النفوذ، استغلال السلطة، تدي امتيازات وتحولها عن غير مقاصدها، كان الفساد يضرب أطنابه داخل الاقتصاد في الجزائر. ضف إلى ذلك أنه نشعر وكأن القوانين التي وضعت في العهد السابق كانت على مقاس العصابة وعلى مقاس بعض الأشخاص، وهذا كان بحديث العام والخاص. نحن نتذكر قانون رخص الاستيراد، أعتقد قبل دخولك للبرلمان لما أتى به بن يونس وقيل بأن هذا الرخص ستعطى إلى أصحابهم وبالامتيازات، وبالتالي تمديد عمر مافيا الحاويات. نتكلم عن قانون الاستثمار الذي أتى به بوشوارب وهو في على مقاس العصابة، نتكلم عن قانون القرض والنقد الذي أتى به في عهد راوية كذلك، هو اللي دخلنا في الحيط. ويحيى اليوم موجه له استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية، وبالتالي مجموعة قوانين كانت موضوعة على المقاس. هل استغلت العصابة مؤسسات الدولة المنتخبة في أن تقوي سلطتها وأن تقوي نهبها وسرقها؟ والله شوف، نبدأ من النقطة الأولى، لما نشوف الدساتير، كل الدساتير السابقة نظن أحسن من الدستور تاع 2016، حتى لما نشوف أول دستور بعد الاستقلال كان فيه أكثر ديمقراطية وأكثر طبعا تحررية في ممارسة الديمقراطية، لأنه ولكن لما نشوف الدستور تاع 2016 طبعا دستور كما نقول احنا مخيط طبعا أحسن تخيط، والدليل على ذلك أنه نعطيك مثال، لما نولي كذلك كما تحكي على بعض القرارات، لما نحكي على القانون المالية وكثير من القوانين اللي كانت تمر طبعا عبر مراسيم، وهذه الإشكالية من سنة 1999 إلى يوم هذا. ونعطيك مثال فقط من بين أهم القرارات، اللي هو قرار تاع قانون المالية التكميلي 2009، وفي داخل قرار قانون المالية التكميلي 2009 اللي مر بمرسوم، وهذه الإشكالية في بعض الحالات كانت في السنوات الماضية لا نصدر طبعا، لا يمكن أنه كثير من القوانين لا تمر على البرلمان، يخلي ما بين الدورتين، معناتها لما بين المشرع يشرع طبعا بأمرية، وبعض القرارات المرتبطة بالسيادة الوطنية ما تمرش حنا البرلمان. أكيد أنه فقط قبل ما نكمل نقاط واحدة أخرى، لازم نفرق كذلك في النظام الموجود في الجزائر، لازم نفرق من النظام البرلماني وطبعا النظام الرئاسي. هذه الإشكالية في الجزائر، أنه تقريبا كل الصلاحيات، وهذا اللي لازم نفكر فيه في المرحلة الجاية، معناتها إذا كانت المفروض المرحلة الجاية يجب إعادة صياغة الدستور، أنه النقطة الأولى يجب إعادة النظر في النظام
طبعا الحكم في الجزائر لازم تكون عندنا نظام اكثر ديمقراطي. لما نقول اكثر ديمقراطي معناتها راح نروح مباشره للنظام متمركزه في شخص الرئيس. اكيد لازم تكون من الفائده من هذه المؤسسات اذا كان الرئيس يقرر، وفي حاله أسوأ شقيق الرئيس يقرر ليس حتى الرئيس. ومن بين هذه النقاط نعطيك مثلا في قانون ماليه تكميلي اللي هو 2009 الماده 51 49 المادة 95 41 التي نقلت إلى قانون الاستثمار. نقلت إلى قانون الاستثمار هي عبارة عن مرسوم طبعا من خلال قانون مالي تكميلي مرت في نظن في شهر أوت 2009 لما كان البرلمان مغلوق تماما. طبعا مررنا هذه المادة الخطيرة اللي كنا في كثير من الحالات اللي خوفوا الشعب منها أنه هذه مادة استعمارية وحق الشفعة وهذا كذا وكذا وكذا، ولكن قانون أو طبعا اقتصاد السوق لا يعتمد على هذا خاصة بعض القطاعات المهمة. لكن أستاذ هواري تغرسي هذه حتى البرلمان حتى وعندما تكون هذه القوانين تمر في قلب ولا في بداية الدورة لن يؤثر ذلك في شيء، ونحن مرحلة ليست ببعيدة عن الضريبة عن الثروة للأغنياء والتي أسقطها الأفلان والأراضي الأغلبية، بالإضافة إلى كتلة الأحرار لمين عثماني كلهم أسقطوا هذه الضريبة على الثروة و طحنا على المواطن بالضرائب. مش فقط هذيك كان هذه كان عده بعض عده مشاريع اللي مفروض ما تجيش البرلمان. نعطيكم مثال فقط بسيط لما نحكي على قانون النقد والقرض خاصه في 2017 لما جاء قانون النقد والقرض، والنظرية كل النظريات الاقتصادية واضحة في هذا الجانب أنه منطقيا لما تطبع مجموعة من كتلة من النقود وما عندكش مقابل من سلع والخدمات، خاصة أنه الاقتصاد الجزائري غير مرن معناتها حتى لما تضخ الأموال ما تكونش عندك استجابة. ورغم ذلك أنا شخصيا وكنت كأستاذ جامعي كنت حذرت من العملية، وكنا حذرنا حتى في البلاطو هنا قلنا أنه هذا خطر على الجزائر، ورغم ذلك فأنه أصروا أنه هذه المادة حاجة واحدة أخرى. بنفس النظام السياسي كان يمشي كذلك حتى البرلمان بنفس الفكرة، شون الأشخاص كيف تم تعيين هذو الأشخاص، وانت تقول أنه كوليناف والمجموعة بعجي عضو مكتب السياسي في عهد سعداني قال كوليناف كان يضع لنا. طيب سؤال، هل تعتقد بأن مشاريع القوانين التي لها علاقة بالاقتصاد كانت من صنع من خياطة العصابة؟ أكيد لا أكيد في هذا الجانب، والدليل على هذا شفنا أنه نعطيك مثال فقط بسيط مؤخرا يجي مشروع متعلق خاصة بالطيران فيه تقريبا مادتين، المادة الأولى اللي هو شكل الموضوع، والمادة الثانية أنه يخضع للتنظيم، معناتها كأنك تعطيك شك على بياض طبعا للحكومة هاكو مباشرة ديروا فاش حبوا. وهذه إشكالية أنه كان تمارس ممارسات طبعا وضغوطات على البرلمان، ونقولها أنه ينقص البرلمان كثير من طبعا الكفاءة وكثير من المصداقية وكثير من أمور واحدة أخرى ما كان نذكرها. وقلنا أنه مش معقول أنه تمارس أو تتعامل مع برلمان في كثير من الحالات أو مجموعة كبيرة منهم جاءت عن طريق طبعا هذه العملية أو جاءت عن طريق تعيينات مباشرة لا تخضع للقاعدة لا أمور واحدة أخرى. من طيب. من توقعش نتائج من الناس اللي ما عندهمش علاقة حجز، خاصة رجال الأعمال نعرفوا أن البرلمان خاصة في سنة. أعطيكم فقط حديث أسرات في العهدة السابقة، قانون مالية مهم جدا، اتفقوا لجنة المالية على طبعا على الشكل العام والصياغة العامة لقانون المالية، يتبدل قانون المالية على 4 صباحا لما غدوة من ذاك يدخلوا البرلمان لما تجي تشوف ولا واحد هدر لا هدر تم الغاؤه، ولكن باش تشوف العصابة كيفاش كانت تخدم. وهذا بعدها الإنسان نفس العمل لنفس الشخص اللي دار هذه العملية ترقى بعدها إلى سيد وزير ولا وزير صناعة وزير علاقات مع البرلمان بدأ واحد آخرين كثير منهم أنه تشوفوا بلي كيف يمكن أو كيفاش كانت الممارسات في المراحل السابقة تتم. بهذه الطريقة كانت تسير الدولة في قبل أشهر فقط، طبعا نتكلم عن 70 سنة ولا قبل أشهر فقط. لماذا استطاعت وكيف استطاعت العصابة أن تتحكم بهذا الشكل الكبير في الاقتصاد، ونحن هنا أمام وكأننا أمام تقنين الفساد، وبالتالي أن نضع أرضيات قانونية للفساد عن طريق هذه القوانين، كيف استطاعت أن تتحكم العصابة في كل هذا؟ ونواب البرلمان هل كانوا يجسدون هذه المطالب لأنهم متورطين في قضايا أخرى، أم لأنهم يخشون على أنفسهم من تسلط العصابة؟
نظن الأمور كانت واضحة. الجزائري بعد أحداث التسعينات، بعد الألم الكبير، مقتل أزيد من 200,000 قتيل، ربي يرحمه إن شاء الله، رحمه الله، يعني لقى روحه الجزائري أمام ورطة، عنده نظام قاتل يقدر يقتل، يقدر يستبد، يقدر يدي الناس للصحراء. يعني هذه ما نقدروش نتجاوزوها. في الجهة المقابلة الجزائري يحب يقعد حي، باش يقعد حي لازم يروح للحلول الفردية. أنا ذاك النظام كان ذكي، أعطى حلول فردية للجزائريين، باش أعطى لهم حلول فردية بأنه يورطهم في الدائرة تاع الفساد. أنا واش يقلقني اليوم ماشي فساد هاد الأطر اللي موجودين هذوما النواب إلى آخره، كيفاش هذا النظام هذا قدر يفسد المواطن ويفرض عليه سلوكات فاسدة لعشرات السنين؟ شحال عدد الجزائريين اللي راهم بانيين بلا كوارت؟ شحال عدد الجزائريين اللي راهم يدوا الماء بلا كوارت؟ شحال عدد الجزائريين اللي ممشي يخدموا خدمتهم وتورطوا في خدمتهم وهم موظفين بسطاء يعني في اخر المطاف؟ هذا النظام قدر يورط، لعب على النفسيه تاع الجزائري، واش ردوا؟ ردوا مستقيل، ردوا مستقل ورطوا لأنه كان مغلوب، مور لقمة العيش، هذيك لقمة العيش، لأنه لازم نفرقوا بين الطموح، فرق بين اللي حوسي ولي ديبوتي، حوسي ولي شاف دائرة والي، وبالإنسان اللي كان حاب يقعد حي وكان حاب يعيش حياة كريمة. هذا كي راح للفساد عنده ميزان مفروض عليه، هذا الفساد ما نحاسبوش به، من الناس اللي كانت عندها طموح وحبت تروح بعيد لداخل نظام فاسد، هذو ناس لازم يتحطوا تحت المجهر، لأنه الطموح تاعهم هذا خطير، غدوة من غدوة يقدر يروح بعيد، هذا غدوة اللي كنت تعطى لهم الفرصة أخرى يبيعوا البلاد، صافي في آخر المطاف. أنا وش يضرني اليوم هذاك المواطن اللي تورط في الفساد ولا يشعر باللي هو جزء من الفساد ولا أسير الفساد؟ اللي الطالب اليوم ما يقدرش يقرأ، والجامعي أستاذ ما يقدرش يقرأ، والطبيب ما يقدرش خدمته خدمته منها، خلنا أطر نفسي كبير جدا. صحيح أنا يخرجوا للشارع ونقولوا ونقولوا، بصح رانا احنا جزء من تركة هذا النظام هذا الفاسد، وبالتالي المعادلات صعبة لأنه تعمقنا، لأنه النظام هذا كان خطير نهار عطى الفساد الجزائريين وسوق لهم، عطى لهم الجرعة تاع الفساد، وهذيك الجرعة تاع الفساد كانت فيها ترقية بالنسبة للجزائري، عطل السياسي، عطل المؤسسات، ودعامل مع الجزائريين في الفضاءات برا في الزنقة، دير مسيرة تقطع يمدلك الدار ويردك بطل، يعني لعب على أشياء. هذه الأمور دي اجتماعية صعبة بزاف مستقبلا، هذه راح تخرج لنا من بعد ما محاولة التغيير، يقدر يخرج لك نفس المواطن واللي عطلك، لأنه تعود على الرداءة، تعود على التسيب، تعود على الإهمال. صعب جدا تروح تجيب له اليوم مسؤول وتقول له هذا نظيف، اتفضل اخدم، اخدم مع انت حيضيع مصالح، لأنه احنا الجزائري اليوم تركبت مجموعة تاع المصالح موازية، رانا عايشين داخل مصالح موازية، عندنا مصلحة في الفساد، عندنا مصلحة في التسيب، خلاص تبرمجنا عليه. يعني النقلة صعبة للغاية، كون مو عندنا مؤسسات، وبالتالي احنا رانا في مرحلة شغل تأتيه، مرحلة ضياع كبيرة، وراح نلمسوا الأثر تاعها مستقبلا وفي القريب العاجل، لأنه الأثر كان كبير بزاف على الجزائريين. معناها الجماعة عمموا الفساد وأصبح هو الدستور في مرحلة سابقة، لأنه ناهي. من يفسد أكثر يرقى أكثر، طيب. لأنه شوف اجتهدوا أبدعوا وأنتجوا، وش أنتوا نخب فاسدة، أنتجوا داخل البلاد نخب متميزة، طيب. وقدرة كبيرة على توسيع بعض الفساد. آخر دكتور نور الدين بكيس، هذه الأخبار وهذه الصور التي توثق لحظات دخول مثلا ربراب الإخوة كونيناف إلى سجن الحراش وخروجهم من محكمة سيدي محمد، شاهدنا بعض الجزائريين يشككون، هنالك من يقول هذا سيناريو، هنالك من يقول هذا فيلم إلى غير ذلك. هذا هو سوء الثقة الذي أفرزه نظام بوتفليقة سابقا، أصبح الجزائري لا يثق حتى في صور يشاهدها بأم عينه. كيف يمكن أن تساير الدولة أو السلطة هذا في المرحلة المقبلة؟ لأنه هذا ربما شيء صعب قليلا، عندما يفقد المواطن الثقة حتى في إجراءات كهذه، هذا صعب. شوف في الحقيقة احنا عايشين وتبة نفسية مهمة جدا، لازم كي نتعاملوا مع المواطن، ما عندناش مواطن واحد، عندنا فئات لداخل الشارع، الشارع ما هوش لغة واحدة، الشارع ما هوش تصور واحد وفهم واحد، نعم. لازم السلطة كي تتعامل مع فئات، معناتها كاين فئات تقدر تسترجعها، كاين فئات تقدر ترتكز عليها، لأنه كاين فئة ماشي نقولوا عاقلة، أكثر نضجاً، أكثر تقبلاً، أكثر خبرة، وتقبل بوضع أنها تتفاعل وتتقاسم الهوامش مع السلطة باش تمشي. هذه تقدر تكون منطلق للارتكاز، وهذه الفئة شكون تمثلها؟ هذه الفئة تمثلها الناس تاع التسعينات اللي انضروا بالأزمة تاع التسعينات، لأنه خايفين ويعرفوا وصرة، وراهم كبار، يعني راهم كبار، راهم في مرحلة تاع نضج وظيفي، نضج مهني، نضج عائلي، أم جاهزين باش يتحملوا المسؤولية. هذه الفئة واجدة باش تحمل هذا المشعل وتقدر تمشي
الجزائر بالأمان، وصعب وتقدر تأثر الفئة الأخرى اللي راهي خلينا نقول أكثر تدمرا وأكثر تمردا وصغيرة شوية عمرها، وبالتالي ما لازمش نغلطه ونعتبره باللي الشارع وكتلة واحدة. ممتاز. الشارع ممتاز. يختلف الشارع. نعم. فئات. الخطاب الموجود اليوم عند مؤسسة الجيش، الإجراءات المتخذة في العدالة لازم نفهمه باللي كاين فئة قاستها، كاين فئة تفاعلت معها بإيجابية، وكاين فئة يعني فرحانة بهذه الإجراءات والتعامل فعلا. ولكن مازال المشكل الكبير اللي عندنا المشكل الكبير عندنا ديكتاتورية الشارع. انتقلنا من ديكتاتورية السلطة إلى ديكتاتورية الشارع. اليوم يفرض التسلط تاعو، متسلط مستبد، عنده رؤية وحدة، عنده لافتات وحدة، عنده شعارات وحدة ويفرضها على الجميع. احنا مازال ما لحقناش المرحلة الخروج من هذا الاستبداد تاع الشارع الجديد. شكرا جزيلا. استسمحكم فقط ضيفي الكريمين نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا الأكارم، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم، والتي نتكلم فيها ونرصد طريق الجمعة العاشرة من الحراك الشعبي على ضوء طريق باب جديد سيدي محمد الحراش، النشط جدا في الساعات أو الأيام الأخيرة. والدار البيضاء كذلك. والدار البيضاء كذلك. دكتور هواري تغرسي، قبل قليل تكلمت عن ضغوطات كان يتعرض لها من لا يمشي في طريق العصابة، من لا يجسد الفساد، ويتكلم دكتور نور الدين بكيس على أن سلطة المرحلة الماضية أو العصابة حولت دستور الجزائر، دستور الدولة أزاحته وأزالته ووضعت بدلا عنه، يقول لك وضعت الفساد، من يفسد أكثر هو الذي يرقى، بهذه الصورة البشعة. من كان يضغط على نواب البرلمان في المرحلة السابقة؟ هل قيادة أحزابهم أم بشكل مباشر من طرف هؤلاء الأشخاص؟ مش في بعض الحالات مش الضغط المباشر، حتى في طريقة إعداد القائمة الأولية. لما تشوف طريقة إعداد القائمة الأولية بكثير من الأحزاب السياسية ومن بينهم الأفلان، تخضع إلى طبعا الموالاة، تخضع إلى طبعا الشكارة، تخضع إلى أمور واحدة أخرى ما عدا الكفاءة والعلم والمعرفة. طبعا هذه النقطة الأخيرة اللي ممكن واحد ولا واحد نحط فيها طبعا إلى نحط في واحد على الأقل باش حتى إذا توجد. نعم. حتى إذا نحط واحد من هذو الناس ممكن طبعا باش تكون الديكور في القائمة مثل ما صرنا نحنايا. ولكن من غير المعقول أنه تجيب أنت رئيس لجنة المالية ولا رئيس بعض اللجان المهمة الموجودة في البرلمان، نعرفوا كيف تتم العملية، الناس ما عندهمش كفاءة فيما يخص خاصة هذا التخصص. معناتها لما نقول لجنة المالية ولا لجنة القانونية ولا بعض اللجان، يجب أن تكون كفاءات معروفة، طبعا يجب أن تكون كفاءات جامعية متخصصة في هذا المجال. ولأنه علاش عندها الإشكال، مش فقط في بعض الحالات حنا اللي حتى الإدراك موش موجود الخطر، في بعض الحالات تحط واحد مسؤول موش عارف اللي هذا الخطر راح يؤدي في المرحلة الجاية بالمواطن كذا وكذا، حتى الإدراك ما كانش. هذه الخطورة أنه لما منطقيا لما تجيب واحد ما هوش في مستوى المسؤولية ديجا أصلا البداية موجودة، لما تجيب واحد بهذا الشكل أو طبعا مجموعة بهذا الشكل راح يسيروا العملية في المرحلة الأولى، أكيد أنه المراحل الجاية راح يطبقوا كل التعليمات، كما نحط في المرحلة الأولى راح ينحط في المرحلة الأخيرة راح يطبق كل التعليمات. وهذا اللي كان يمشي في المراحل السابقة، أنه الهاتف كان يسير تقريبا كل العمليات سواء من البرلمان من الأعلى إلى طبعا الأسفل، وكثير من القوانين والتشريعات. ونعطيك مثال قانون النقد اللي هو أخطر قانون جاز في البرلمان، شفنا في عهد عبد الرحمن راوية. في عهد عبد الرحمن راوية نظن أنه، ولكن في الإشكال أنه لما يجيب مشروع بهذا الخطر بالنسبة للمواطنين وصلنا بضغط رسمي من يحيى الوزير الأول أكيد. الذي دافع، لكن بضغط خفي من طرف أحد هؤلاء الأشخاص، لأنه هنالك من كان مستفيد. وصلنا إلى عمليات الطبع اللي هي وصلت حوالي 6500 طبعا و65. بعدها نفس الشخص اللي نعرفه أنه مشكلة الفوترة وتضخيم الفوترة في الاقتصاد الجزائري ورواصلة، نعرفه أنه الاستيراد وش راح صار فيه، ومن بينهم طبعا بعض وزارة الله رحمهم السابقين اللي قال لك أن مستوى التضخم وصل إلى حوالي 30% في التجارة الخارجية، وهذا إشكال كبير. لما تحسب هذه الأرقام من في هذه العشريتين تقريب حوالي 200 مليار فقط غير في تضخيم الفواتير، هذه إشكالية كبيرة. ثم نفس الشخص يرقى إلى سيد وزير المالية، هذه الإشكال. نفس الشخص لوكال. شخص
اللي عانينا منه كمحافظ البنك وسوء تسيير في عملية البنك، وعانينا كذلك فيما يخص تبديد المال العام. جاب هذه الفكرة اللي هي طبعا قانون النقد والقرض بهذه الإشكالية. نفس الشخص اللي ما هوش قادر يسير، أنا أقول لك حتى بنك يرقى إلى سيد وزير المالية، ونعطوا له فرصة في هذه المرحلة كيفاش الشعب هذا، كيفاش طبعا هذا الحراك يثيق في هذه الحكومة وما يقولش، يقول لك طبعا الباءات الرابعة والباءات الثلاثة ضروري أنه إذا 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 كانت عندنا نية باش ترجع ثقة بالنسبة للمواطن البسيط، بالنسبة لمطالب المواطن البسيط. وهي دكتور هي من أهم المؤسسات التي تسببت في بتر الثقة والاتصال بين الشعب والطبق السياسي هو البرلمان، لأنه الشعب شاهد الصورة الهزلية والكارثية والمأساوية التي كان يظهر بها النواب عندما كانوا يناقشون مواضيع لها علاقة مباشرة بالمواطن. شوف أنا قلت الفكرة هذه، كنا ندينا كثير من الحالات، قلنا أنه هذا الطبع كارثة، وهذا الطبع لا يخضع إلى أي طبعا منطق علمي اقتصادي، وقلنا أنه راح يوصلنا، وقلنا أكثر من هذا المجموعة اللي قالت هذيك من بينها حتى أنه مدام جوزو اقترحنا حل من بين حلول، قالوا وش عليه باش نراقبوا، تكون عندنا أكثر رقابة من خلال طبعا عملية طبع في قانون المالية. البرلمان هو الذي يصادق على الكمية طبعا سنويا عبر البرلمان، باش تكون عندنا في قانون المالية باش تقدر تتحكم في العملية، وكان رفض رغم الضغوطات، ولكن جات مقترحات واحدة أخرى ورفضت. طيب ورفضت لأنه دكتور لو ليش ترفض؟ لأنه في كثير من حالات المسؤولين اللي حطوهم في البرلمان، خاصة نواب الرئيس، وأنا أقول لك حاجة، في بعض الحالات تسمع أمور خطيرة، مثلا نواب الرئيس يعيطوا لك، حتى في بعض الحالات جماعة الأمن يعيطوا النواب والولات يعيطوا لفلان وفلان، هذا يكون نائب رئيس وهذا كذا. أعطيكم فقط نكتة، واحد من المترشحين نائب رئيس من ولايه من ولايات مترشح نائب رئيس من الشعب الوطني، يعيط له الوالي تاعه يقول له يا ودي ماذا بك تفوتي على فلان؟ قال له سيد الوالي انا مترشح. قال له واش عليه انت مترشح؟ صح في ساعتين وصوتك ثاني باش تشوفوا العبث وين وصل. كنا في كرنفال، كرنفال في تشرا. لو اطلب منك توصيفا للبرلمان في السنتين التي قضيتها ما انت الى غايه الان، ما كيف كان هذا البرلمان؟ بماذا نصفه؟ والله نقول لك انا شخصيا كاستاذ جامعي فكرت في كثير من حالات الاستقاله، لانه ما يشرفنيش نكون في برلمان بهذا الشكل، وحد اللحظه مازال نفكر في العمليه، ولكن قال انا يا ما نروحش، لانه نقعد في البرلمان على الاقل تكون مساهمه تاعي ايجابيه عوض ما نروح منه ونعطي الفرصه. طيب كيف توصف لي هذا البرلمان؟ البرلمان نفس اللي نشوف، برلمان هو نظام من تقريبا نفس النظام اللي لاحظناه، نفس النظام السياسي، نفس النظام اللي موجود كذلك في الهيئة التشريعية، نفس النظام اللي موجود في الهيئة طبعا القضائية، نفس النظام موجود في واحد آخرين، طبعا نفس الفكرة موجودة داخل البرلمان، طبعا يسير بالهاتف ومن خلال نعطيك فكرة فقط بسيطة. سيروك أنت بالهاتف دكتور؟ والله ما سيروني على الأساس، لأنه على الأساس سميته معارض داخل أفلان، قال لك هذا مش أفلان، هذا فكره. كنت تعرض لضغوطات عندما تتخذ مواقف ضد الأفلان؟ وأكيد نعطيك مثال فقط بسيط. هدوك رؤساء الكتل. نعطيك مثال فقط بسيط، اقترحت مؤخرا آخر قبل في ضمن قانون المالية الأخير، اقترحت أنه رفع ضريبة على الدخل الضعيف خاصة لأقل من 36 ألف دينار 3,600,000، قلت نرفع الضريبة عليهم. الحجم الضرائب شحال كان؟ القيمة نتاعها حوالي 160 مليون، بعد السيد وزير المالية عاود بدل الكلام نتاعه وكذب، قال لك 360 طبعا مليار دينار في هذا الجانب، ولما تقارن حتى 360 مقارنة مع 6,500 هو رقم زهيد. طيب ماذا حدث؟ أكدت العملية ونظن حتى ناقشناها في الفكرة نعم. هنا نعم. وأعطينا لها بعد في الإعلام نعم. وحتى أنه قلت على الأقل نرفع مستويات النواب قال نواب الأفلان يقترحوا موضوع فلاني نعم. السيد بعدها تم اتصال مع قبل سنة ناقشناها أتذكر جيدا، السيد مزير العام للضرائب حاول معايا ما كانش كيفاش، قلت له ما تنزلش العملية. سيد وزير المالية يشتكي سيد ويحيى، وسيد ويحيى يعيط الولد عباس، والاتصالات وخلات العملية، وهذا هو البرلمان. دكتور نوردين بكيس، شاهدنا في الجمعات السابقة استجابة مباشرة من الشعب للأحداث التي تحصل على مدار أيام الأسبوع، كانت دائما هي التي تصنع الشعارات، هي التي تصنع التوجه، هي التي تصنع المطالب داخل الحراك الشعبي. هذه الجمعة لها خصوصية أنها انطلقت فيها المحاكمات والتحقيقات إلى غير ذلك،
وشاهدنا حتى فصيلة الأبحاث والتحري لدرك باب جديد اليوم قد تدعمت بمحققين مختصين من كل الولايات. النيابة العامة أصدرت بيان كذلك قبل ساعات تنفي بأنها تلقت إعاز من أي جهة وتؤكد بأنها تقوم بواجبها في مكافحة الفساد. وبالتالي كان أسبوع له علاقة مباشرة بالفساد وبالتحقيقات. كيف تتوقع أن تنعكس هذه الأحداث على الجماعة العشرة من الحراك الشعبي؟ شوف، أولا ما لا أعتقد أنه التعبئة تنقص، ولكن إحنا دخلنا في مرحلة صدمة بالنسبة للحركة، دخل في مرحلة تشك، مرحلة تردد، لأنه كان يتعامل مع كتلة اللي هي نظام، اليوم ولا يتعامل مع أجنحة تاع نظام، وحتى الفرز اللي محطوط ما قدروش الجزائريين يفهموه، لأنه أنت إذا تم ما كانش استثناء لأي يعني جناح من أجنحة السلطة، وبالتالي وكأنه هناك نوع من الفوضى اللي تتجاوز التحليل اللي كان موجود عند الناس، يعني كانت عندهم رؤية للنظام، اليوم الأحداث تجاوزت هذه الرؤية ودخلنا شغل في معركة، شغل في مرحلة تاع الشك وتاع التردد. هنا يبان الضعف تاع الحراك اللي ما يكونش مؤطر، لانه احيانا عندك سقف تعوي يقعد ديما يزيد، لانه الحراك كي خطر لما يكون السقف يزداد في كل مره. لا، بطبيعه الحال انه شوف الحراك كي يكون كتله رافضه سهل باش تقدر تسيره، لانه هناك احتجاج. تصور انت ناس خرجوا في الحي يطالبوا بانه غلق مخماره، واضح مطلب سهل، واضح تعبئة تاعو سهلة، نفسه الجزائريين خرجوا ضد عهدة خامسة، مطلب واضح مشترك متفق عليه مدير الجزائري عطى السلطة في الاستجابة له. نعم، بصح قعد التعبئة ماشية لأنه الهدف واضح، الهدف واضح، بدينا نتلمشوا. راحت العهدة الخامسة، بعد ظهر التمديد، راح التمديد، وبعدين بدينا نمشوا. قد ما نمشوا المطالب بدات تزيد، وبعد دخلنا المطلب النظري الكبير تاع تغيير نظام، يروحوا قاع يروحوا، شكون هادو كيفاش يروحوا قاع، وش الادوات باش يروحوا قاع، شويه كبيره على الجماهير. هنا كان العادي الطبيعي اللي يصرف قاع المجتمعات انه يخرجوا ناس يكونوا مناضلين، يخرجوا ناس يكونوا رؤساء احزاب يمثلون الحركه. لا قبل شخصيات عموميه منها تنادي خروج الناس للشارع، هذا هو الاصل. دائما ترى هذا هو المنطق فعلا في حدث العكس. احنا صرنا العكس، احنا الجماهير خرجت وركب الموجه للسياسيين ولقوا صعوبه في ركوب الموجه، ومنك من طرد لانه ماهوش منتج سياسي، ماهوش منتج نقابي، ماهوش منتج جمعوي، يعني منتج جماهيري شعبي في لحظة عاطفية. ممتاز هذه النقطة دكتور، تتكلم لي على هذه النقطة، كيف نعالج هذه المعضلة وهذه الإشكالية؟ الحراك الآن هنالك من يقول بأنه لابد من تأطيره حتى نعرف مطالبه ونحددها ولا نتركها هكذا، ومن جهة أخرى كل من اقترب من الحراك طرده الحراك. صحيح. كيف نتصدى ونعالج هذه المشكلة؟ هنا يتحمل المسؤولية الناس اللي تلعبوا بالبلاد، مؤسسات اللي تلعبت بالبلاد يتحمل المسؤولية، لأنه المخرج هذا صعب. الان شوف الحراك كما راهو غير قابل للتأطير اطلاقا، غير قابل، كل غير قابل، غير قابل. شوف كل طرق التأطير الحاليه تؤدي الى تفكك الحراك، وربما يؤدي الى الاصطدام داخل الحراك، لانه مش معقول بهذه البساطه. شفت انت مؤسسات منتخبه وشفت المشاكل اللي صارت في القوائم اشياء، تصور انت مشهد كيما هذا في الشارع، غير معقول، هذا غير قابل للتحقيق. هنا المسؤوليه الاخلاقيه تاع المؤسسات. شكون المؤسسه اللي عندنا هنا؟ ما عندنا حتى مؤسسه، عندنا غير مؤسسه الجيش. اخلاقيا مؤسسه الجيش مطالبه حفاظا على البلد بمرافقه الحراك. احسن طريقه لمرافقه الحراك، كاين حل واحد ما كاينش 100 حل، هي اللي ترضي الجماهير هي الانتخابات، ما عندك حتى بديل اخر. هنا يولي النقاش مطروح حول ضمانات الانتخابات النازيه، هنا يولي المعطى الحقيقي ضمانات الانتخابات النازيه، وانا تدخل فكره الاليه التي تنظم وتراقب وابعاد الشخصيات المستفزه، وهذا حل ليس صعبا، مش مستحيل. ممتاز، معناها في المبدا الشعب موافق على الانتخابات، لكن بدون اكيد لكن بدون هذه الشخصيات. بدون بطبيعه الحال، انه شخصيات مستفزة. هنا والجميل في الأمر أنه الجيش متفتح للأمر، شوف لأنه الجيش غير المواقف تاعه في كل مرة، يوم أمس أنه منفتح على كل المبادرات الكبيرة. نعم، معناتها باللي هنا كاين شعور بالمسؤولية، هذه حاجة منيحة، شعور بالمسؤولية، لأنه شعوب في هذه اللحظات العاطفية لو كان ما تلقاش تعطير جدي وصادق راح تجي نتائج عكسية. ممتاز دكتور. يقول لك كان من المفروض أنه في هذا السياق، في هذا المسار، كان من احنا المفروض المنطلق تعنا نحن في أزمة، احنا ما ناشف في سياحة، نحن في أزمة معقدة.
كان من المفروض أن يخرج المناضلون، تخرج الأحزاب السياسية من أجل دعوة الشارع إلى الخروج في هذه المسيرات، ربما فيما بعد يسهل التفاوض مع الحركة، لكن بهذه الطريقة العكسية التي حدثت، الشعب الذي خرج، وهنالك من حاول ركوب الموجة وطرده الشارع، وهنالك من حاول أن يمثل الحركة وطرده الحركة، وبالتالي معضلة. ألا تعتقد بأن السلطة هي التي تتحمل مسؤولية هذا الوضع، أم أن النخبة هي التي تتحمل مسؤولية هذا الوضع لأنها لم تساهم بشكل كبير في تأطير أو إعطاء هوية واضحة ومطالب واضحة للحركة الشعبية؟ والله لازم نفرق ما بين السلطة والنخبة، لأنه السلطة النخبة كسرتها السلطة في المرحلة السابقة، هذا وش حبيت نقول، كسرتها بأصحاب الشارع وبأصحاب الولاء والشياطين، لأن السلطة لم تعتمد على النخبة في المراحل السابقة فعلا، بقات النخبة طبعا معزولة وخايفة حتى في وصل في وسط الحراك دركا، حتى هذه النخبة لحد اللحظة ما زالت نوعا ما متحفظة رغم انه وجودها في الحراك، ولكن باش تنظم الحراك باش تهيكل الحراك باش تعطي طبعا جانب ايجابي بالنسبة للحراك ماهيش قادرة، لانه نقول لك حاجة، لما 21 سنة و 30 سنة وهذه النخبة موجودة على الرف، مش معقول انه بعد 20 سنه تعاود تحرك في هذه العمليه اللي كان في عمره 30 سنه ولا في عمره 50 سنه واللي كان في عمره 40 سنه ولا في عمره 60 سنه من هذه النخبه، والجيل الجديد هذا لا يثق ولا يتعامل حتى مع تاثيرها حتى شعبيتها أكيد حتى أكيد. مكانتها في المجتمع، لا يتعامل من السلطه، ودينا نشوفه حتى لما نشوف الحراك في بعض الحالات نسمع بعض الاسماء، قال فلان الاسبوع هذا فلان هو ايش رايكم في فلان يكون يمثل الحراك، بعد يومين ثلاث ايام تسمع عندك ما تسمع عليه الشخص هذاك يا ويلو، بعدها تسمع الأسبوع اللي بعده قال هو فلان في الحراك، وهو المشكلة الذي وجهه بن صالح في إطار المشاورات، شاهدنا شخصيات ليس لها علاقة بالحراك الشعبي، ليس لا تمثل أي شيء، ثم المشاورة كما قال سي نور الدين ما كانش مجموعة وما كانش أشخاص قادرين يتحكموا في الحراك في المرحلة الجاية. أنا نشوفوا بعض النشاطات اللي بعض الأشخاص معينة يحاولوا يهيكلوا شبه أحزاب من الآن طبعا فصاعدا، ولكن انظر ماش قدرت تقدر حتى جزء بسيط من هذا الحراك، والأساس لما تحكي الحراك الأحزاب السياسية لم تعتمد على، وأن تشوفوا نسبة الانتخابات في السنوات الماضية نسبة الانتخابات الحقيقية كانت أقل من 20%، رغم أنه شفنا الأرقام هذيك الخير، ولكن حتى أنا قلتها في مرة أنه الحراك يمثل أنه حتى في بعض الحوارات مع بعض الأحزاب السياسية اللي باغيين يركبوا الموجة، وأنا شخصيا نقولها أنا شخصيا ما هبطش للحراك رغم أنه ندافع الحراك، رغم أنه عندي أكثر من سنتين وندافع في البرلمان، لكن رداء الأفة لن يجعلك تتخوف. إيه أكيد 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 وما نحبش حتى صورة واحدة أخرى حتى الصورة واحدة أخرى يقول لك الإنسان هذا وجي يركب الموجة، ما نقبلش باش نركب الموجة وشخصيتي ما تمنع، ولكن حاجة واحدة أخرى أنه الخير الواحد كما قال ضروري نروحوا نحافظوا على طبعا السلمية على الحراك، هذه النقطة الأولى. حاجة واحدة أخرى لازم نعطي أكثر طبعا شيكات ثقة للمواطن البسيط، ومن بينهم العملية اللي رانا نشوف فيها خاصة استرجاع المال العام، لأنه عندنا مشكلة واحدة أخرى راح نعاني منها طبعا لاحقا، هي مشكلة اقتصادية، لأنه كان طول هذه المدة راح نعاني المراحل الجاية. تفضل دكتور عندك كلمة. شوف المشكلة الكبير اللي صاير دوكا واللي ما سمحش بتفجير الطاقات من أجل التأطر لمنتج الحركة باش يكون عندنا منتج سياسي وطالعة، أنه الجزائريين جزء كبير منهم في مختلف المستويات ما زال ما اقتنعوش باللي هذه لحظة ستدوم، هذا مشكل كبير، الناس ما زالت تعتقد باللي قد ينتهي هذا الحلم، يعني بعد أيام بعد أشهر بعد سنوات، لأنه صعب جدا باش تتعاود بعد ما صرا وش في التسعينات، بعد ما شفنا وش صرا في مصر 5 انتخابات بعد تلقى أنت الرئيس المنتخب في السجن، يعني صعب تقبل الأشياء بالهدلة، يعني وكأنه احنا نفسيا وش هم متضررين نفسيا، نحتاج إلى مرحلة أطول، احنا ما زلنا تحت مرحلة الصدمة، وبالتالي الآن بروز النخب صعب، لأنه وش يقولك التكلفة تاع الموقف اليوم، التكلفة المستقبلية الأمنية الاجتماعية السياسية تاع الموقف اللي خديناه اليوم، وبالتالي صعب جدا باش تبني على هذا النوع تاع الناس المعزوم، والنخبة تغيرت اليوم، النخبة ماشي الأستاذ الجامعي بالضرورة، النخبة يقدر يكون صحفي، يقدر يكون فنان، يقدر يكون رياضي، المعادلة تغيرت بشبكات التواصل الاجتماعي، نتجنا نوع جديد تاع التأثير، وبالتالي لازم نركزوا على من هي الشخصيات المؤثرة، من هي الأطراف المؤثرة، المعادلة تغيرت، المجتمع تاع اليوم ماشي تاع التسعينات، تبدلت المعادلة. يا سياق دكتور تكلم هو غرسي ويتكلم كذلك بعض المحللين على ضرورة إفراز الحراك الشعبي أو هذا الوضع مستقبلا لأحزاب سياسية جديدة،
ونحن شاهدنا هنالك 10 أحزاب ستعتمد مستقبلا. هل تعتقد أن الأحزاب بهذه الشخصيات، بشخصيات القديمة، إعادة تشكيل شخصيات جديدة وظهورها في ثوب أحزاب سياسية جديدة تمنح لها هذه السلطة وهذه الحكومة المرفوضة شعبيا الاعتمادات، هل تعتقد بأن قد يكون لها مستقبل على الأقل شعبيا؟ شوف، احنا رانا عايشين بالجرعة السياسية تاع 5 أكتوبر 1988. اليوم نسحقوا جرعة سياسية تاعنا، جرعة مدنية تاع الحركة، هذا جرعة نقابية تاع الحركة. هذا كيف؟ سهلة. كيف دوك انت المشكلة تاع الحركة كي ما يكونش عنده عقل واضح هكذايا، ما عندوش تعطير. من المفروض انت عندك هدف كبير، وشنو الهدف هذاك الكبير؟ قال لي تنحاو كاع تغيير النظام. عندك اهداف جزئية تخدم لك الهدف الكبير، لانه انت وجدت روحك في الشارع تحتاج الى تعطير. التعطير تاعك يمر عبر مثلا انشاء تاسيس احزاب سياسية. وش يمنع هذا الجيل هذا باش يروح ياسس احزاب سياسية؟ من الحركة ليس من الطبقة السياسية. لا لا شوف، تحتاج الى منافسة حقيقية، دخل فئات سياسية، انتج منتوج سياسي جديد وينافس لك القديم ويصوب لك القديم، ومن بعد في اطار التدافع راح تستفاد من القديم وتولي عنده ادوار. لكن اليوم ما لازمش نقعدوا احنا نستناو هذاك هو التغيير النظام بلا المبادرات الفرديه تاع ناس من الحراك اللي يتخندقوا باش يبنيو قاعده الحراك. هذا الحراك لازم يحط البصمه تاعو. شكرا. هذا مهم جدا في المعادله، تبني قاعده تاعك منتوج تاعك غدوه ممكن ما تحققش الهدف الكبير اللي هو تغيير النظام، بصح بنيت قاعده لتغيير مستقبلي للنظام. ممتاز. دكتور هو لتغرسي، سؤال أخير، أنت تتكلم عن الوضع الاقتصادي، الوقت انتهى. طيب، هنالك كذلك من الجزائريين من يتوجس لأنه على رأس المؤسسات الاقتصادية جهات محسوبة على العصابة، أو على الأقل تم تعيينها في مرحلة يتشائم منها الجزائريين. وهنا نتكلم عن البنوك، عن الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار التي يقال فيها ما يقال عن قضايا الفساد. طيب، هل كذلك وجب الآن وضروري تغيير هذه المؤسسات في هويتها، في صلاحياتها، في مسؤوليها حتى؟ والله شوف، فقدنا الفكرة الأولى باختصار الحراك، لأنه عندنا بكل صراحة عندنا الحل ممكن وعندنا الحل الأمثل في مقص الحراك، لأنه مطالب لما نسمع يروحوا كاع هو حل أمثل بالنسبة لنا. احنا دائما نفكر بلغة الاقتصاد، ولكن لازم نرضى في كثير من الحالات ب طبعا الحل المعقول اللي يمكن تحقيقه طبعا في اقصى مده. منش نقول انا انتخابات هذه تاع 4 طبعا جويليه ولا منش عارف، ولكن نقول انه لازم في المده هذه لازم تكون اقصر ما يمكن باش نقدر على الاقل نعطي فرصه لانتخاب طبعا رئيس، ويكون عند محل ثقه طبعا لكل الحراك وكل الاحزاب السياسيه وكل الجزائريين بصفه عامه. ثم طبعا يجب ان يحمل هذا الرئيس مشروع، وطبعا المشروع هو يجب ان يكون متجانس مع هذه الفئه الكبيره. طيب، من الشعب. ثم اقل من دقيقه، ما بقناش الوقت. فقط المؤسسات ضروري، انه من غير ما اقول لي انه طريقه تعيين نعرفها، كل طريقه تعيين السابقه عينت كثير او اكثر المؤسسات او اغلب المؤسسات اني عينت بالهدف. نفس الاشخاص لازم يغادروا، يعطوا فرصه لكفاءات وطنيه موجوده، بعض الكفاءات اللي قادره تعطينا اضافه كبيره، خاصه فيما يخص خاصه القطاعات الماليه. شكرا. اللي مهم جدا. شكرا جزيلا دكتور هواري تغرسي، البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، دكتور نور الدين بكيس استاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا لك، شكرا لكم على مشاركتنا النقاش. مشاهدينا الاكارم، بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج البلاد اليوم. التقي بكم في اعداد جديده ومواضيع جديده. دمتم برعايه الله.